أغلقت وزارة التجارة والصناعة عددا من المحلات المخالفة في سوق السمك، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية لتطبيق القوانين التي تتضمن ضبط الأسواق ومحاربة التلاعب والغش والحد أيضا من الظواهر السلبية في سوق السمك، وذلك حفاظا على الأسعار الحقيقية وعدم تضرر المستهلكين. استكمالا لحملات ضبط الأسواق ومحاربة التلاعب والغش والحد من الظواهر السلبية في مزادات سوق السمك حفاظا على الأسعار الحقيقية وعدم تضرر المستهلكين، قامت وزارة التجارة والصناعة بإغلاق عدد من المحلات المخالفة. قمنا بإغلاق عدد 4 بسطات بناء على غش تجاري، طبعا قرار وزاري، وأغلقناهم مثل ما أنتم شفتوا حاليا. وطبعا لن نتهاون مع أي غش تجاري أو أي تلاعب زين يكون موجود. حاليا في تشديد من قبل وزارة التجارة على المخالفات، طبعا مو تخص بس المخالف نفسه، تخص المخالف اللي في المحل وصاحب الترخيص. الجولة أسفرت عن ضبط 4 محلات مخالفة فيما يتعلق بالغش التجاري من خلال التلاعب بالوزن، وتم إغلاقها والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية. أي خلل بالمزاد راح تكون عقوبته المخالفة وتحويل النيابة والإبعاد الإداري. ثاني شيء أحب إحنا بالوزارة التجارة راح نطبق القانون على الكل، توصل إلى المخالفة وكذلك الإبعاد الإداري. أحب أشكر صراحة وزارة الداخلية والجمارك والثروة السمكية والقوى العاملة وجهاز المنافسة واللجنة الثلاثية على تعاونهم معنا صراحة. وزارة التجارة والصناعة مستمرة في حملاتها التفتيشية للحد من أي ممارسات ومخالفات وأعمال منافية لقوانين السوق المنظمة للمزادات في أسواق الأسماك حفاظا على الأسعار الحقيقية وحماية المستهلك. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.